الله. هذا سائل يقول: أبي ملتزم بالأوراد التيجانية بالزوايا وهو الآن فاقد للذاكرة، فهل أستغفر له وأترحم عليه إذا مات؟ إن كان على الشرك بالله عز وجل فلا تترحم عليه ولا تدعو له، أنه مشرك. ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فإذا كان أنه عنده شرك بالله واستمر معه إلى أن فقد الذاكرة، صار ما عنده وعي، فاتركه وحاله.